بعد الانتخابات الأخيرة في فرنسا ظهرت ديناميكية سياسية جديدة تبدو كما لو أنها قد غيرت منظومة السياسة التقليدية في البلاد. فالمشهد السياسي الفرنسي يتجه نحو تحول كبير مع صعود غير متوقع للجبهة الشعبية الجديدة. يجمع هذا التحالف بين مجموعة متنوعة من الأحزاب بدءا من اليساريين الراديكاليين وصولا إلى الاشتراكيين الاجتماعيين كفرانسوا هولاند. بعيداً عن السياسة الداخلية التي يروج لها هذا التحالف، تبدو مواقفه من الملفات الخارجية بعيدة كل البعد عما كان متعارفاً عليه في السياسة الفرنسية طيلة السنوات الماضية. في صميم هذا التحالف يقف الاشتراكي رافائيل غلوكسمان الذي يدعم بقوة تقديم الدعم لأوكرانيا مثلاً في ظل التوترات العالمية التي أشعلها الغزو الروسي لها، ويسعى استراتيجياً لاستعادة دعم الناخبين من طبقات العمال الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتلك الحرب. جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية هو شخصية بارزة ضمن التحالف أيضاً، ويترك أثراً كبيراً على السياسة الفرنسية رغم عدم توليه منصباً رسمياً. معروف بين منتقديه بخطابه العاطفي ودعواته السابقة للانسحاب من حلف الناتو. يمثل ميلانشون التيار الأكثر جرأة في اتخاذ مواقف مفصلية في السياسات الخارجية ضمن هذا التحالف، وهنا يبرز التساؤل حول إمكانية إحداث ذلك التغيير بعد هذا الفوز غير المتوقع للتحالف. الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أحزاب اليسار خاضت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية موحدة ضمن برنامج انتخابي واحد، أي أن مواقف الأحزاب كانت متجانسة حول أزمات عدة. الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة دعوة إلى وقف إطلاق نار لإدانة هجمات 7 أكتوبر ودعم قيام حل الدولتين. حول روسيا وأوكرانيا دعم أوكرانيا ورفض نشر قوات فرنسية على أرض الميدان. البرنامج إذن التحدي الأول، هل سيتمكنون من تطبيقه؟ مع العلم أن السؤال الأبرز والإشكالي الأكبر هم لم يتفقوا على اسم رئيس الوزراء القادم، إذ لا يتضمن من يمكن أن يتبوأ هذا المنصب في حال وصلوا إلى الحكم في فرنسا. ميلانشون أكد على استعداد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة للحكم، وأشار إلى أنهم سيصدرون مراسيم تغييرات هامة في السياسات الداخلية والخارجية، وأكد أيضاً على الالتزام بالاعتراف بفلسطين كدولة، مع تأكيده على أن هذا القرار سيكون من بين القرارات التي سينفذونها في أسرع وقت ممكن. حزب فرنسا الأبية الذي يمثله ميلانشون قاد التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد، وأدرج القضية الفلسطينية في الحملة الانتخابية في الانتخابات العامة المبكرة وكذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي. ورشح الحزب ريما حسن من أصول فلسطينية لانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخبت لتكون أول عضو فرنسي فلسطيني في البرلمان الأوروبي. وهنا يبرز تساؤل آخر حول مدى قدرة هذا التحالف على اتخاذ مواقف مفصلية أيضاً فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الجبهة الشعبية الجديدة ليست قادرة على اتخاذ مواقف مفصلية من عدة أزمات حول العالم، لأن السياسة العامة يحددها السياسة الخارجية يحددها الرئيس الفرنسي. هذا لا يمنع أن لمواقف اليسار أحزاب متناقضة حول أزمات عدة. حول إسرائيل، زعيم فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون تعهد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد 15 يوما ما وصل إلى الحكم في فرنسا، وأدان ما أسماه بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة. لكن بالبرنامج الانتخابي لأحزاب اليسار غابت المواقف الفردية لصالح مواقف متجانسة بين أحزاب اليسار. ميلانشون مدافع شرس عن عدم انحياز فرنسا عسكرياً، وكان قد أعلن في فبراير الماضي أنه حان الوقت للتفاوض على السلام في أوكرانيا مع بنود أمن متبادلة، وكان دائماً يعارض إرسال الأسلحة المتطورة إلى كييف. هذه النقطة تحديداً، أي دعم أوكرانيا، هي إحدى القضايا التي قد تؤدي إلى تشظي الوحدة في الجبهة الشعبية الجديدة التي تجمع بين تيارات متعددة من الاشتراكيين واليسار الوسط إلى اليسار المتطرف. التساؤل الأخير الذي يبرز هنا أيضاً هو حول قدرة هذا التحالف على إخراج فرنسا من سياسة الإجماع الأوروبية المناهضة لروسيا في حال أمسك بزمام السلطة هناك.
يستطيعون الضغط فقط، لكن لا يستطيعون اتخاذ مواقف اقتصادية، لأنه السياسة الأوروبية، السياسة الخارجية يحددها الرئيس الفرنسي، الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون. يستطيعون الضغط عبر الضغط على الرأي العام أو المساومة، مساومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمرير قوانين لصالح اتخاذ مواقف أكثر حدة حول أزمات أو تليين مواقف من أزمات عدة، منها المواقف حول روسيا تحديدا. تم تشكيل التحالف بهدف رئيسي لمنع صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، والآن يقود توجها سياسيا خارجيا لا يخلو من العقبات رغم نجاحه الكبير في الانتخابات الأخيرة. فهل يستطيع هذا التحالف أن يحول فرنسا إلى ما يشبه قلعة يسارية في قلب أوروبا القديمة؟